عايز اول حاجه اجيب عندي حبه ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، في صينيه او بوله او حاجه. اول حاجه نغسل السمك. نغسل السمك يعني ايه يا شيف؟ يعني كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده. ادي حبه ميه صغيرين جدا. ده سمك بوري مشوي في البيت، ها؟ سمك بوري مشوي في البيت. بالرده بالصاج بكل حاجه. شايفين الليمونتين دول؟ واحده منهم بعصرها كده، شايفينها عامله ازاي؟ اهو كده، والثانيه بسيبهم زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب وبعدين يا شيف بجيب عندي السمك بس كده، ما فيش حاجه خالص، هو ميه بليمون بس، ولا ملح ولا فلفل ولا اي شيء، اهو ميه بليمون فقط لا غير. سيبهم كده خمسه، وهنجيب عندنا كوبايتين من الرده مظبوطين ظبطه حلوه زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبدا ممكن انا ابهر الكلام ده لو حابب سنه ملح لطيفه، سنه بهارات لطيفه، سنه شطه حلوه، وكمان سنه كزبره ناشفه، مهمه جدا الكزبره الناشفه. حلو، انا كده بهرت ايه؟ عفوا البهارات. بس عشان ايه؟ لا مش انت اللي بعيد، انا لازم اكون بعيد. انا بس معلومه لحضراتكم برضو، لو حد هيبقى عنده مشكله العطس او الحاجات دي برضو ندي معلومه للناس برضو. نبعد ونعمل الحركه اللي هي ننفخ بس شويه، عشان لو هو غلط طبعا نكتم العطسه، بس انا طبعا ما ينفعش اعمل ده، او يعني بس انا بقول عامه لما يكون في ظروف اجب ممكن نعمل اللي هي دي. شفت شفت بنعمل ايه على الهوا؟ صايمين، انا صايم قوي. طيب خلينا نرجع تاني اقلب البهارات مع الرده كده، والسمكيه المبلوله الحلوه دي كده زي ما هي كده. شوف بسم الله، وابدا اعمل كده واحده واحده، مش كله مره واحده، يعني مش كل السمك مره واحده. بص خلاص سنه الميه اللي حطيتها عفوا عملت ايه؟ عفوا مسكت، مش اختراع بس هي الشغلانه كده. طب لو ما عملناش الميه بالخير هتبقى حلوه بس مش تبقى جامده، يعني مش هتمسك الرده مننا زي ما احنا عايزين. وكده انا عملت التتبيله كمان، انا بهرت الرده دي، فلو انا ما عملتش طشه في الاخر السمك هتكون واخده برده حبه ملح حلوين، حبه بهارات حلوه، ولكن انا هعملها طشه ان شاء الله كده كده، وهنظبطها تظبيطه حلوه. طبعا الرده دي هتتشال في كيس بلاستيك ان شاء الله، تقعد معايا سنه لو انا عايز اعمل اي شيء تاني له علاقه بالرده في فكره الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خليني ابص كده على الفرن الاقوى فين. ده اقوى احمى يعني حامي، ده على الله خالص. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده يا فندم معايا، نمسك السمكيه كده ونبدا نعمل الحركه دي كده بسم الله. معايا يا فندم؟ لازم الصاجه تكون سخنه جدا جدا قبل ما اخش اشتغل بنصايه، مسخن الصاجه دي جدا. حلو حلو، وابعد شويه على كل سمكايه السبيس دي، شايفها يا فندم؟ ليه؟ عشان لما اجي اقلب ما بقاش ملزقين مع بعض. وسيب الكلام ده كله مع نفسه يعيش حياته. قد ايه يا شيف؟ اقول لك مش اقل من نص ساعه، وان شاء الله هنشوف النتيجه حلوه جدا كمان، مش حلوه عاديه خالص. بالمره نعمل طشه حلوه وننسى الطبق ده. ايه الطشه؟ يعني ايه طشه يا شيف؟ يعني لما اخلص تسويه السمك في قلب الفرن يبقى فيه ريحه حلوه وفي طشه حلوه اقدر يعني اطعم بيها او اتبل بيها السمك بتاعي. شيل بس الاول حبه الرده دول كده كده. تمام. ايه بقى الحكايه؟ والله كل سمك ليه طشه، مش كلها واحد، يعني هتلاقوا دايما كل واحد ليه طريقه. انا بعملها بطريقه بيتوتتي بيتيه شويه، يعني اللي هي فكره ايه، كل حاجه بيتي انا بحب استخدمها في الاكل الشعبي بتاعنا او الاكل المصري بالاخص، ما بحبش اطلع بره اللعبه شويه. يعني ايه يا شيف؟ يعني عندي طماطميه مبشوره، عندي بصلايه مبشوره، عندي توم مفروم، عندي فلفل حار لو حبيت، كزبره ناشفه، كمون، شطه، الحاجات الحلوه بتاعتنا، حبه خل، حبه ليمون، كل الحاجات دي كلها تدي معايا تيست حلو جدا، وجزرايه حلوه مبشوره بسم الله. اهو ادي الجزرايه المبشوره بتاعتي، ده الطشه بتاعت السمك، وكمان عندي الطماطمايه المبشوره اهي كلها كده، والبصلايه باخد نصها مش باخدها كلها الصراحه، يعني ده يا دوبك، وممكن ما احطش كمان بصل كتير، مش عايز بصل. تمام خلاص كده. اما الثوم هو اللي شويه، بجيب عندي معلقه ثوم كبيره بسم الله بالزيت بتاعها كده،
اهي شغالين كمان حته كمان تمام. وعندي الشبت شويه حبه شبت حلوين خضره الطشه، وعندي كمان حبه كزبره خضراء ومش شرط احط بقدونس، وكمان ايه تاني انا كده زي الفل جدا. تعال نبهر حاجتنا بسنه ملح، بسم الله حلوه كده، وكمان كمونه وكزبره كمان حبه، ولو حابب احط عندي حبه بهارات من السمك مش هجيب عندي فنجان خل كبير شويه كده تمام، كده مش فنجان ده كده كوبايه، وهجيب عندي يعني اقل منهم ليمون كده بس كده تمام. وهجيب بقى كمان حاجه احلى واحلى، هجيب ليمون فريش، اي ليمون فريش اي حجم عندي، وابدا اقطعه اي تقطيعه، بس اخد التقطيعه بالقشره بتاعها بسم الله اهو كده، وراح اعملهم كده. دول الدس ده بقى هينزل مع التتبيله دي كده زي بس زي ما هم كلهم، يعني ما اسيبش منهم اي حاجه اهو كده، وارجع تاني واقلب حاجتي كلها بسكريبر لطيف او اي معلقه كده. انا جاهز باذن الله للطشه بتاعتي، هاخد منها جزء على وش السمك ولسه طالع من الفرن، واخد جزء تاني احطه سيبريت يبقى جامد مني وانا باكل، لو حبيت اخد سنه كده اتبل بيها السمك او لحم السمك على حبه الرز اللي باكلهم هيبقى الموضوع اعلى عالي. السمك البوري المشوي هو ليه كده قانون، ايوه ليه قانون، السمك البوري المشوي قانونه رز ابيض هنا في القاهره، اما عند حبيبنا في اسكندريه قانونه ساعات كتير ساعات مش شرط يعني الكشري بالعدس الاصفر، او اللي هو احنا بنسميه كشري عدس اصفر، هم بيسموه عندهم عادي جدا رز رز بعدس اصفر عادي ما فيهوش حاجه، ده بيبقى ليه طعم غير طبيعي. هتقول لي ايه اللي دخل الكشري العدس الاصفر للسمك البوري؟ اقول لك دي اكله اسكندرانيه انا شخصيا بعشقها. هتقول لي ازاي؟ اقول لك اسال حبايبنا الاسكندرانيه اكيله جدا، ومن ضمن الاكيله بتاعتهم بقى والاكل بتاعهم الحلو. اه بالمناسبه معلش انا اسف قبل ما اروح على الاسكندرانيه واكل السمك الحلو، هاخد معلقه هريسه حلوه تروح على قلب الكلام ده كله. ايوه شوف بقى الكلام هنا، معلقه هريسه حلوه كده تدي تيست حلو تاني خالص بقى لفكره الايه الطشه دي. طيب نرجع للسمك المشوي الشبار مش البوري، اسكندراني اللي هو البورت السؤنن ده، حبايبنا هناك بيعملوه امهاتنا كمان اللي علمونا الحاجات دي اسكندرانيه، تعمل حبه الكشري اللي هو احنا بنقول عليه كشري برضو بالعدس الاصفر مع الرز، بصلايه محمره شويه كده وفيها بهارات مصريه جميله كزبره وكمون وبصلايه تكون محمره شويه، وساعات بيشربوه بمرقه الصياديه لو عندها صياديه وبيحطوا عليه او مرقه سمك يعني، وتشرب ويطلع ده مع السمك بيبقى شكل وطعم تاني. نفس الكشري ده بيتاكل في حته في الدلتا ببيض مدحرج، هنا في مصر بيتاكل بسلطه طماطم، المهم احنا كلنا اكل واحد بس كل واحد بياكله بطريقه ودي اهم شيء. طيب السمك البوري اللي في الفرن، وتعالى نبص قبل ما نطلع الفصل ده نقلب ازاي؟ نقلبه دي مهمه جدا. كده عندنا سلطه الرنج على ما اعتقد ما فيهاش حاجه ان شاء الله نعملها في اسرع الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده السمك عامل ازاي؟ شوفوا اللي احنا حطيناه، فاكرين؟ لما تقراش فصل لحد دلوقتي احنا كله هوا. امسك من هنا معايا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح بالراحه وعامل كده. انا اهو. عملت حاجه انا؟ اهو تاني. بص بعمل ايه؟ بالراحه. بسم الله وروح عامل كده. اقوم انا بقلب السمكيه ما احرقش حاجتي. ودي لسه شويه ممكن تاخدها شويه كمان. واسيبها تاني لحد ما تتحرق براحتها خالص. عندي كمان تقفيل بقى في الفرن، خلاص بقى نقفل. السردين خلصان ما شاء الله. تعال نطلع الاول السمكيه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين السمك المشوي ده؟ اهو اهو قدام حضراتكم، شايف عامل المنظر عامل ازاي؟ والسردينه هنطلعها حالا قدام حضراتكم. الله الله الله، شايف السردينه هنا؟ بص فاكرين صوره السردين اللي عملناها دي؟ مفيش حاجه يعني ما عملناش اي حاجه خالص صعبه في اي حاجه خالص، هو احنا بس ايه حطينا كل حاجه في نفس البايركس وحطيناها في الفرن. عايز بالمرة اغرف ده كده دلوقتي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السمك المشوي بالرده، شايفين المنظر عامل ازاي يا فندم؟ شوف في البيت، في البيت يا فندم، وكل حاجه بنظافتنا وحاجتنا في البيت. هتقول لي الرده دي هي غابه كده ليه يا شيف؟ اقول لك عشان دي رده حضرتك، يعني رده بيتي، يعني انتوا كده اكيد فاهمين انا قصدي ايه.
دي الرده بتاعت الرده بتاعت البيت، يعني مش اللي هي معموله في البيت، اللي هي قصدي استخدام البيت تفرق كتير. اه طب والسواد يا شيف مش غامق قوي كده ليه زي التاني؟ اقول لك لا، التاني الصاج ده صاج البيت. ركزوا بس باللي انا عايز اقوله. هنزل هنا بالصينيه دي الحلوه دي كده. الصاج بتاع البيت حاجه يا جماعه، والصاج بتاع الاماكن التانيه او المحلات عامه بتبقى حاجه تانيه خالص، والافضل يبقى بتاع البيت طبعا. هنزل عندي بكل الطشه دي كلها هنا كده، وهروح اقفل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف المنام معايا يا فندم؟ هنا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هنا بقى الطشه دي على وش السمك، بنغرف على طول بالهنا والشفا لحضراتكم. خلصانه، وعلى وش على طول ليمونتين ثلاثه كده حلوين كده، ويطلع على طول زي ما هي كده على المائده. طبعا جنبها حبه رز اسكندراني معمول بالعدس الاصفر، وجنبها كمان رز ابيض لو حبينا اي حاجه نفسنا فيها بالهنا والشفا. والسردينه موجوده جاهزه، وادي اخر طبق لحضراتكم. اتمنى يكون الحلقه النهارده في اللطافه والبساطه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده نفس الميعاد، والسلام عليكم.